معاشر الأحبة، جاءني أحد الشباب منذ فترة ماضية وبدأ يعرض مشاكله وما هي أكثر مشاكل الشباب. قال: أشتكي من كثرة الهموم والغموم، أشتكي من قلة التوفيق في كل شأن من شؤون حياتي، ما طرقت بابا إلا وجدته موصدا مغلقا، ما أقدمت على مشروع إلا باء بالفشل. زيادة على هذا، وجع يلازمني في بطني، عرضت نفسي على الأطباء، تنقلت من مكان إلى مكان طلبا عن العلاج ولم أجده. قلت مستعينا بالله: المريض إذا مرض يذهب إلى الطبيب، والطبيب ينظر في أعراض المرض ثم يبدأ بتشخيص المرض، فإذا اكتشف العلة واكتشف المرض نصح بالدواء. والمطلوب من المريض حين يعطى الدواء أن يحافظ عليه بكميته المحددة في وقته المحدد. قلت أيضا له: المطلوب منك أنك تحافظ على الدواء. قال: لا توصي حريصا، فلقد تعبت وأنا أبحث عن العلاج والدواء، همومي كثيرة، مشاكلي كثيرة، آلامي التي أقضت مضجعي فلا أهنأ بطعام ولا بشراب ولا بمنام. قلت: العلاج موجود، لكن المطلوب منك أنك تحافظ على العلاج وتداوم عليه. قال: وما هو؟ قلت: خمس صلوات في اليوم والليلة، من أداهن حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن ضيعه الله يوم القيامة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأي هدى أعظم من المحافظة على الصلوات؟ هذا هو العلاج، هذا هو علاج ذلك الشاب وعلاج مشاكل كل واحد منا، أن يطرق باب الطبيب 5 مرات وأن يرتمي بين يديه ويرفع إليه الحاجات والمسائل ويبتهل إليه بالدعاء والتضرع. والله لن تحل مشاكلنا ولن تكشف همومنا ولن تتبدل أحوالنا إلا إذا استقمنا في الصلوات. حالنا مع الصلوات يبكي العين ويدمي القلب ويقطع الجبين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ والله نعرف كثير من الله عليهم بالاستقامة والهداية، سألناهم عن أحوالهم في الصلوات، كثير منهم يقول: مرت علي سنوات لم أسجد فيها ولم أركع، سنوات لم يسجدوا لله فيها ولم يركعوا، أي حياة هذا؟ والله لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته. والله إنك لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح أمر الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته،
إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال، وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.